طيب بسم الله والابن والروح القدس إله واحد امين. هقرا لحضراتكم رساله بولس الرسول جزء ايتين، الرساله الاولى من اصحاح 5 16 و 18. ايه 16 دي كلنا حافظينها، تقول ايه؟ افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الآية الثانية اشكروا في كل شيء، لأن هذه مشيئة الله في المسيح من جهتكم. يعني مشيئة الله، إرادة الله أن الإنسان يشكر. الموضوع بتاع النهاردة طبعا اخترتوه علشان سانكس جيفن، وطبعا ده موضوع كمان للعائلات، فالموضوع تحضيره سهل جدا. يعني اي حد من حضراتكم لو قلنا له اتكلم على الشكر حتى ما غير ما حضر هيتكلم، والعظات فيه سهلة قوي، لكن الفكرة في اللي يعيشه هي دي بقى المحك الصعب. انا محضر اهو جاي وكويس، بس ما شكرتش وانا جاي خالص. او محك اهو. عايزين نقول كلام مش مجرد عز، يعني عايزين في الاخر نطلع بكده بحاجة ان احنا نحاول، وخصوصا عائلات، ونعلم ولادنا. انا تملي عندي ولاد كده، يعني بويز، اتنين بويز يعني، فتملي اقول لهم ايه؟ طبعا من خلال خبراتي بعد الكهنوت، فديتهم خبرات سيئة، لكن لا طبعا يعني انا بضحك، يعني في كلام هيبقى ضحك يعني فما تاخدوش عليه. لكن قلت لهم من أهم الأمور اللي تختاروا فيها زوجات إن تكون واحدة تشكر، وما تكونش يعني تملي إيه نقمع الحياة حقيقي طبعا. وبرضو لو حد عندنا بنت لازم نقول لها تملي خدي واحد يشكر. البيت اللي ما فيهوش شكر للاسف هو بيت، معلش يعني اسف، خربان. اللي ما بيعرفش يشكر مش هيعرف ابدا يعيش فرحان، ولا هيعرف يحمد ربنا مهما عملنا له ومهما ادينا له ومهما ربنا اداله. يعني اوعى تفتكر ان في واحد عايش حياه شكر عشان ربنا مديله، وفي واحد عايش عمره ما بيشكر وناقم على حياته وقرفان وعلى طول على طول كومبلين 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 عشان هو ما عندوش. اثباتي على كده ان مش كل البيوت الغنيه بتشكر ولا كل البيوت الفقيره بتشكر. يعني ممكن واحد فقير مش هيشكر، ممكن واحد غني يشكر، ممكن واحد غني ما يشكرش، ممكن واحد فقير جدا يشكر. شفنا بعض الامور مثلا على الكليبات او 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 تبص تلاقي عيله مش لاقيين ياكلوا وقاعدين على حصيره، وشفناها يمكن في أكتر من مرة وبيشكر. تقول له عايزة إيه؟ تقول له مش عايزة حاجة خالص، أشكر ربنا. هو فيها بعد كده؟ أنت تشوف بعد كده دي هو ما فيش حاجة خالص، لا بعد ولا قبل. لكن هي الفكرة مش كلمة بتتقال. لكن عشان كده أنا عايز أول حاجة أخش فيها أقول كده 3-4 نقط على الشكر، بعدين إزاي برضو نعيش الحياة دي، يعني احاول تدريبات. الشكر لا عظم ولا كلام، الشكر هو اسلوب حياه. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا مش محتاجين يوم سانكس جيفن عشان نفتكر نشكر. ومع ذلك كويس ان البلد اللي احنا عايشين فيها من ضمن الحاجات اللي فيها حلوه ان هو عاملين يوم لده عشان نتذكر ان المفروض نشكر. واذا كان الشكر مش كل صباح، لكن حقيقي المفروض في كل ثانيه انت بتطلع نفس وتدخل نفس بتشكر ربنا. بس مش معقول بس انت تعمل كده اشكرك يا رب يبقى. فعشان كده بقت اسلوب حياه. يعني انا تملي لما بتكلم مع ربنا او عايز افهم ربنا، ربنا سهل قوي يتفهم وصعب قوي. سهل الواحد ربنا بالنسبه له صديق، ودي قمه العلاقه بربنا، صديق بتكلم معاه. ربنا زي ابويا، احنا كلنا يعني اغلبيتنا اباء. افتكر انت ابنك بتتعامل معاه ازاي
ربنا بيتعامل معاك زي كده بالظبط. او حضرتك مثلا والدك ربنا لو يعني لسه موجوده بنزله العمر، او تيتا او جد او ايفر، شوف هو عاوز منك ايه. ربنا عايز منك كده يعني ايه؟ يعني مثلا ابويا عمل لي حاجات كتير قوي، هو عاوز يسمع ايه؟ شكرا، مش عشان مستنيها. ما ربنا شاروبيم وصاروفيم و و، ممكن ابويا ده يبقى حاجه كبيره قوي قوي. الاب كان في الكنيسه، احد يركبونها سنه بتكسف من ابونا لما تشكره. دي عندنا مش علشان انا بقول ايه ده انا مستني، لا مش مستنيها، بس مهما كان الواحد مستني حتى كلمه حلوه ربنا مستنيها. مستنيها مش عشان هو محتاجها، عشان هو بيحبك قوي فانت بتحس بحبه. المسيح له كل مجد، 10 برص شفاهم. عشان بس اقول لحضراتكم ان في ناس كتيره تقول لي ايه يا ابونا عملت خدمه الواحد حتى كلمه شكر ما لهاش. اقول لك دي من زمان على فكره كده، ده من زمان كده، ده المسيح عمله معاه كده. 10 برص شفاهم، مين رجع له؟ واحد. يعني 10% ممكن يرجع يقول انا متشكر. واذا كنت مش قادر تقولها بلسانك، الواحد ساعات بيحسها من خلال الوش. يعني مثلا زوجة، مهم انك تقول لزوجك متشكرة، والعكس ممكن تقول لابنك متشكر. وزي ما قلت لحضراتكم ده اسلوب حياة. لكن كمان اكتر من الكلمة الاحساس. لسه كان في مشكلة زوجية بس مش هنا في مصر، يعني اتكلم فيها يعني الست خلاص يعني جابت اخيرها. يعني على فكره على قصه حب، يعني انا احب في اجتماعات الاسره ندخل كده حاجات كده ايه عائليه عشان نتعلم قصه حب يعني. وبعدين حصل بقى مشاكل زي ما انت عايز تقول. قول الذ حاجه بقى في الزوج ده يعمل ايه؟ يعمل مصيبه، مزهقها متعبها جدا، وحاجه صعبه خالص. بس كل ما نقول له انت غلط واتكلم معاه ونعمل كده ويروح لابونا اللي هناك او 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 او، يروح واخد لها بوكي ورد ويروح انا اسف، وبعدين تعيد الكره تانية وياخد بوكي ورد ويقول انا اسف. يا عم ماشي انا باخد بوكي ورد، طب عامل يا عم الموضوع مش يغير الورد ده. اخر مره قالت لي ايه؟ يا ابونا جاب بوكيين ورد بكام؟ انا ما اعرفش يعني، انا كنت لسه في مصر عارف ان الدنيا ولعت يعني. 700 جنيه، 800 جنيه، 1700 جنيه. تقول له يا عم انت لو اديتها 1000 جنيه في ايديها يبقى الفكره مش طبعا ده مطلوب. ايوه مطلوب، بس المطلوب اكتر انك انت ما تزعلهاش، ما تتعلم بقى يعني مش هينفع يعني، امسك نفسك شويه يعني. وصلنا لدرجه مثلا التهزيء او الضرب او ضرب؟ لا. بعدين بوكي ورد ما ينفعش زي واحد. فانا متشكر، اوكي انت متشكر، بس تعنيها؟ حلو ان احنا نقولها، بس الاجمل هي تبقى حياه. عشان كده بقول لحضراتكم هي حياه. فاسلوب الحياه ده، اسلوب الشكر ده، ده من الصغر. واسلوب الشكر ده مش بالكلام، لكن احساس وعمل. عمل شكر، رد الجميل. رد الجميل ربنا مستنيه او مستنيه، بس مستنيه مش في عشور، مش مستنيه في صلاة، لا. عارفين مستنيه في ايه؟ في توبة، مستنيه في دموع، مستنيه ابص على الصليب واقول له يا رب يكفي اللي انت فيه ده عشان انا مموتش. لو انت عملت كده اكيد هتعمل كده مع ناس كتيرة. يعني اول حاجة اشكر الله، اشكر ربنا. مش حاجة فعلا وعظ، لكن لا، حاجة فعلا انا حاسسها ان كل مرة في خطيئة انا بعملها وربنا بيغفرها وبيستر عليا اشكر ربنا. انا باجي في القداس صحيح
وفي مارين شبهمت بنشكر على الخيرات. طبعا الكنيسه طبعا الكلام ده كله عارفينه يعني، يعني الكنيسه اول صلاه فلنشكر، كل صلواتنا فلنشكر، الحاجات دي احنا حافظينها. فانا عايز ما اقولش كلام احنا حافظينه كده، عاوز الكلام يعني شويه نخش بقى شويه. لكن مثلا لما اجي مثلا اقول مثلا فلنشكر بعدين اقول لانه سترنا، اجي افضل افكر فيها دي ما بقاش عايز انقل الجمله اللي بعديها. يعني سترنا يعني ايه سترنا؟ يعني ما فضحناش، ما فضحناش في خطيه، ما ياما عملنا وابونا موجود وابونا حلو وابونا جميل وكلامه جميل. انت عارف انا بعمل ايه؟ بس محدش عارف. سترني، سترني لحد ما اعترفت، وسترني لحد ما تبت. لما اجي اقول نشكرك على كل حال، من قال كل حال وفي كل حال، وخصوصا ما قبل، ما قبل تغيير الاسرار اللي هي اسجدوا لله بخوف، افضل انا صدقوني قدام المسبح افضل اعمل كده 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 كده. ايه يا رب اللي انا واقف قدامه ده؟ ايه اللي انا واقف قدامه ده؟ حاجه مجانيه، نعمه هتدخلني السماء. لا بخاف من موت ولا بخاف من مرض ولا بخاف من حاجه. عامل له حساب كحاجه مجهوله انا ما اعرفهاش، حتى لو حاجه مفرحه، بس واحد ساعات المجهول يعني الخوف من الموت ده مش حاجه تزعلني طبيعي، لكن القلق بالزياده وعدم رجاء في ربنا طبعا حاجه شويه. لكن في الاخر ايه اللي خلاني انا ابقى فرحان حتى ولو حصل ربنا افتكرنا في اي وقت؟ النعمه اللي انا فيها دي، النعمه المجانيه. علشان كده في حاجات كتيره قوي لازم اتكلم فيها مع ربنا. ازاي هو الدهاني من غير حاجه، ما دفعتش فيها حاجه، وهي اغلى حاجه في حياتنا. يعني لما تيجي تفكر كده، اغلى حاجه في حياتنا، اغلى حاجه في حياتنا ما دفعناش فيها فلوس او ما نشكرش عليها، وارخص حاجه في حياتنا واللي ممكن تجيب لنا سلام يسبونه. لو كانت قهوه كانت عيني في القهوه، بس كويس انها شاي. لا 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 انا بضحك، لا 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 انا بضحك، انا بضحك صدق. لا بعد ما اخلص بعد لا سنكابون سنكابون. لا يا ابونا صدقني بضحك، لا لا ما بعرفش اقول، لا انا بضحك صدق صدقني بضحك، انا بهزر مع نفسي. لا انا بصيت في الكوبايه فقلت لا يا ابونا انا عارف. لا اتفضل، لا لا مشاكل. ففي حاجات ففي حاجات الواحد ايه، الواحد مش دافع فيها حاجه وما بنشكرش، وفي حاجات تانية انا بتعب فيها نفسي وبشد على اعصابي عشان تجيلي، وممكن ما تجيش وافضل اشكر الناس واعمل، وفي الاخر تبقى مصيبه سودة عليا وبتجيلي وبدفع فيها كتير، وفي الاخر تبقى كلها حاجات مؤلمه ليا. افتكر يعني اولادنا اللي معانا دول دفعنا فيهم ايه؟ هندفع فيهم بعد كده في المدارس والجواز. لكن لما ربنا ادهم، لما اخدناهم من ايد ربنا دفعنا ايه؟ الصليب دفعنا فيه ايه؟ الحلقه الابديه دفعنا فيها ايه؟ الاسرار دفعنا فيها ايه؟ الكنيسه اللي احنا فيها دي، وهتقولي عشور، دفعنا فيها ايه؟ ابائنا دفعنا فيهم ايه؟ الهوى اللي بنتنفسه، حاجات كتيره جدا دفعنا فيها ايه؟ اوعى اخطيت في اوعى، يعني انا اسف، يعني خلي بالك، خلي بالك مش لازم تتحرم من حاجه عشان تحس بقيمه الحاجه، هتبقى صعبه. لما دخلت الجيش في حاجات كده اتعلمتها، من ضمن الحاجات لحد دلوقت صدقوني كل ليله شتاء كان جيشي صعب شويه، فكنا بينيمونا على الارض في الخدمات كل وكان في اللي دخل الجيش فيكم المفروض كل 4 ساعات خدمه، كان عندنا احنا الراجل مجنون فكان بيخلينا كل ساعتين، فما بتنامش يعني ساعتين تقوم تزين تخدم، وبعدين ساعتين تنامهم على الارض في البرد، وبعدين ساعتين تقوم تاني، وبعدين ساعتين تنام، فما بتنامش ساعتين مش بتلحق تنام، ما كنتش بنام. فمن ساعتها كل ليله شتاء اصدغطت فيها وفي هيتر في بيتنا، قول الله يكون في عون الناس اللي بره او المساجين او الجيش او الخدمات او احس بيهم جدا،
لاني حسيت يعني ايه برد ويعني ايه ويعني ايه ويعني ايه. فمش لازم ربنا يحرمني من حاجه. ربنا ما يحرمش حد من الولاد. كل ما اشوف حد ما عندوش ولاد اقول اشكرك يا رب. مش لازم اشوف، ما انا عارف الولاد اللي احنا في البيت بنفضل ونقول وانت يا ابني وحرام عليك وتعبتني ونخبط يا حبيبي سنكي وانا بضحك صدقني كده حد انا فيها كل ما مش لا يعني فاهمين قصدي. فخلي بالك من دي، مش لازم تبقى مش ساكن جنب سيدنا ربنا يخليه ويعوضه كل خير. كل مجموعه جروب ناس عايزين يعملوا كنيسه 15 عيله اعمل. النهارده في الابرجيه فيها كم كنيسه؟ ابعد بيت عن اي كنيسه النهارده كم ميل؟ فاهم يعني ايه دي؟ انت في المهجر. فاهم يعني ايه؟ انا ما عشتش ده بس في ناس حكولي. عارف يعني ايه ناس تبقى عندها بعد ساعتين وثلاث ساعات عن الكنيسه وممكن يروحوا اكتر مني؟ بس اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل. اوعى يبقى ده مبدأك، اللي يروح بالساهل يجي بالساهل. انت عارف يعني ايه معاك زوجة بتستر عليك وبتحبك؟ لما تبقى قسيس هتحس بقيمتها. عارف يعني ايه معاك زوج بيحبك وبيحن عليكي؟ دي مش موجودة دلوقتي. الرجالة دي يعني قليلين قوي. تحطيه جوه عينك، تحط زوج ده جوه عينك. عارف يعني ايه معاك ولاد في امريكا بيجوا الكنيسه وشمامسه؟ انا بتكلم بجد. عارف يعني ايه؟ يعني تملي تشجعهم وتشجع ابونا وتشجع الشمامسه اللي حفظوهم. موضوع مش سهل على فكره. ففي تشالنج عاليه جدا في الزمن ده. كل ده جالنا منين؟ ببركات ربنا. احنا ما عملناش فيها حاجه. اللي يشكر ربنا يشكر الكنيسه اللي فيها ويحبها ويحس بقيمه يعني ايه ابونا موجود ماسك اسرار. علشان كده عايز اطلب من حضراتكم حاجه برضو في الشكر، خلي بالكم منها لانها بننساها. ممكن واحد يعمل معايا، ودي بقى نخش برضو مع الاصدقاء، مع الاصدقاء يعني شكر حياه اسلوب حياه مع الله مع الكنيسه مع الاصدقاء. ممكن واحد يعمل معايا كل حاجه كويسه بشكره ماشي حلو كتر خيرك، وممكن يكون مش مستني شكر. غلط غلط حتى لو بدون قصد او بقصد، ليه بتنسى كل ده وتفتكر له اخر حاجه عملها؟ فلو رجعنا لله، طبعا الله ما بيعملش حاجه شر، لكن حتى لو ربنا جربنا في حاجه ليه بتنسى له كل اللي فات وتفتكر دي؟ مع الكاهن مع الكنيسه ليه تنسى لابونا كل اللي فات وابونا عمل حاجه سكره عيلي جاع شويه كان محتاج قهوه زعل حد منه ضايق حد من غير ما يقصد انا مش جاي الكنيسه تاني ليه؟ انت كل اللي فات ده مسحته بالسيكه. على فكره بصراحه ما تزعلوش مني، دي فين احنا كمصريين الحته دي؟ تقولي بقى اولاد ربنا على راسي من فوق، اه بس الحته دي فينا ما اعرفش كده احنا كده. تبص ده كل اتمسح باستيكه، واول ما نبقى في الكنيسه وحد يزعلك قد كده وحتى بقصد او بدون قصد ويجي واحد يروح داخل جواك شفت عمل معاك ايه وتتلموا على بعض وخلاص، وده بقى منبوز عشان قال لنا كلمه في وقت يمكن كان تعبان او زعلان او او او, أو. طب فين الشكر؟ الشكر حتى مع الاعداء. في حد مش فاكر اسمه ايه، انا بنسى الاسماء بقيت بس بحب اسمعه، هو انسان مش مسيحي بس انسان حلو قوي، هو اردني راجل بيزنس مان كبير قوي بقى دلوقتي مليونير اردني اسمه ايه، حد يجيب اسم مش فاكر. راجل حلو قوي لو تسمع حكايته، هو عصامي وبقى ملياردير دلوقتي بيتكلم تمام، هو عنده شركات بتتكلم في الاقتصاد يعني بتظبط اقتصاد البلاد و و و. فكان جايبان مذيعه بتقول له ايه يعني ايه اللي خلاك توصل لكده؟ فمن ضمن الحاجات قال لها ايه؟ قال لها اشكر اعدائي. استغربت من الكلمه، لان هم اللي خلوني كده. كل واحد كان بيقابلني بيبقى ضدي انا بتعلم منه وبيبقى عندي اراده علشان اثبت له ان انا مش كده. طبعا خدها بالمفهوم الروحي،
أنا كاهن واحد تعبني ده دي ليه أنا؟ صدقوني ممكن يبقى سبب بركة. بركة ليه؟ لأن ممكن أبقى أنا ضعيف في حتة بس أنا مش عايز يتكلم عليا، مش عايز يقول لحد حاجة، مش عايز ياخد الناس ويروح بيهم وشوف أبونا ما بيعملش كده، فأنا بحاول إيه؟ أجاهد. أقول ده كويس، أهو فايدة للشعب، جي فايدة ليا. لو واحد يقدر يشكره يشكره، بس مش عايز أشكره عشان ما يزيدش فيه. لكن الواحد يشكر ربنا يقوله معلش ده موجود في حياتي علشان أنا أتحسن، علشان أنا أبقى. إذن حياة الشكر كم واحد أسلوب حياة. أيضا الشكر هو إيمان. الشكر يا إخواتي رقم اتنين هو مجموعة أو بيخليك اللي في مجموعة الفضائل كتير كده زي إيه؟ إيمان ورجاء. عندك رجاء حتى لو عندك مشاكل، وعندك محبة، عندك إيه تاني؟ طولة بال. كل ده هيوصلك للشكر. فلو أنت وصلت لحياة الشكر الحياة أنك أنت تعيشها، يعني معنى كده أنك أنت عندك فضائل كتير جدا. عشان كده في أول ما قلت لكم لو أنا عايز ابني أنصحه نصيحة في الجواز، من ضمن الحاجات أو أول حاجة بعد طبعا بنت ربنا، ما بنت ربنا يعني ابن ربنا يعني إيه؟ يعني عايش حياة شكر. ما جيش هنا أمريكا وأبقى جاية أو جاي، معلش أنا أخد ستات أكتر لأن الحتة دي شوية شوية في الزوجات شوية سامحوني، ومجرد ما أخش الكنيسة وأشوف حد راكب عربية أحسن مني أبتدي أغل وأبتدي أطلعه، وإحنا ليه ما نبقاش كده؟ وإزاي؟ وما عندناش ليه؟ هو احسن منا، هو افضل منا، مش عارفين هم واخدين ايه واحنا جايين عاملين ايه. ليه كم مره الانبر ويس الاسقف العام الله يرحمه نفسه، الراجل ده كان قديس حقيقي يعني انسان جميل جدا. الانبر ويس ده عارفينه طبعا، الانبر ويس ده كان يقوله بتاع الغلابه فعلا يعني الانبا برقام العصر الحديث. فكان بيخدم في كندا، فكان مره بيحكي بيقول ايه، في ولد ركبت معاه كان بيوصله، فالولد ده مجنون عربيات، فكل شيء بص سيدنا العربيه دي، طبعا ما اعرفش العربيات يعني مين ده، بيبص العربيه دي عارف بكام دي بكذا، بص العربيه دي انا نفسي ابقى عندي واحد، بص العربيه دي مش عارف ايه، لحد ما شاف عربيه جميله قوي، انا شفت العربيه دي حاجه يا سيدنا. وبعدين نزل واحد فيها بعيد عنكم ما عندوش رجلين، فزين قال بقى ربنا بعت، قال بص بقى يا حبيبي انا سكت لك سكت لك سكت لك، عايز تاخد العربيه وتبقى كده، انت ما تعرفش ايه في ايه، ايه في ايه. اشكر. عشان كده بقول لحضراتكم من ضمن الحاجات الحلوه قوي ان انا اخد واحده تشكر، واحد يشكر. عشان كده المزمور اللي اختاره اخونا في الموضوع اشكروا الرب لانه ايه؟ صالح. يعني ايه صالح؟ صالح يعني صلاح الله، يعني هو احلى حاجه في الدنيا، لان ربنا شايف كل حاجه. طب انا اعمل ايه؟ انا ايه دوري؟ دوري تعمل اللي تقدر تعمله على قدك، وتقول له يا رب انا عملت اللي اقدر اعمله، وانت تكمل لانك انت صالح. رحمتك يا رب دائما، عشان كده يا رب انا بحبك واثق فيك، اللي هتجيبه لي انا اقول لك يا رب اشكرك عليه. مش استسلام لكن ايه؟ تسليم. وفرق شاسع من الاثنين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ خلي بالك في واحد مستسلم وما فيش غير كده فبيشكر لان ما فيش غير كده انا ما اقدرش اعمل حاجه، لا. لكن في واحد مسلم حياته لربنا. مسلم حياته لربنا يعني يعني اللي في ايدك بتعمله واللي يجيبه ربنا كويس. انت عندك مشروع هتعمله، انت عندك اي حاجه بلان هتعملها، ادرس واعمل اللي عليك وذاكر كويس، ذاكر في المشروع ده واسال، وبعدين انا يا رب عملت اللي عليا، بس اللي عليا ده قليل، بس ده اللي عليا وربنا هيكمل واشكرك مهما تجيب لي. عشان كده انا عندي كلمه بقولها، خلي الباب موارب. يعني ايه الباب موارب؟ بس انت تقفل الباب وراك انت. يعني ايه الباب موارب؟ يعني سيب ربنا في حته هو يتحرك فيها، بلاش تزنقه. ربنا بيتزنق ممكن من محبته، يعني طبعا بقول مجازا يعني. يعني ايه؟ يعني ممكن ربنا يجي يقول لك ايه، انا يا رب عايز دي عايز دي عايز دي، يقول لك طب انت عايز دي، انت عمال تتلجلج يعني خلاص هديها لك، بس بعد كده تقول له ايه، ليه يا رب كده، ما انت اللي كنت عاوزها.
عشان كده لتاكم مشهدك دي جمله مهمه جدا. عارفين ربنا عمل كده مع شعب اسرائيل مع مين؟ مع شاول. افتكر كده، شاول الملك اختيار مين؟ اختيار ربنا. استنى بس على مالك علي. اختار الناس ازاي؟ هو اختيار الله حسب فكر الشعب. الشعب قال ربنا ايه؟ عايزين واحد ملك طويل عريض عينه خضراء شعره اصفر يخوف الناس. قال له صمويل خد شاول. لا شاول ده اختيار الله خالص. قال له صمويل، شاول كان عايز يروح يشوف القطن، الحمار ضاع منه، صمويل شافه ربنا قال له هو ده. مش انتوا عايزين واحد كده باختياراتكم انتوا؟ انا هجيبه لكم. كان اختيار حلو ولا فاشل؟ مع انه اختيار ربنا، بس حسب ايه؟ فكر الشعب. داود اختيار مين؟ لا الشعب حسب فكر مين؟ الله. افتكر دي. عشان كده حضرتك لما تيجي تقول انا عايز اتجوز واحدة بفكر مين؟ لا بفكر الله. حسب اختيار مين؟ حضرتك. يجي واحد يقول لك ايه؟ ابونا انا هعمل قرعة. ربنا اللي يختار. هو ربنا ما بيختارش حبيبي، ولكن لغى مخك. لكن انت تختار بس حسب فكر مين؟ الكتاب المقدس، الله. لان ربنا خليني له مخ. فداود اختيار الشعب لما قال ايه؟ قال شاول موت الوف وداود موت ايه؟ مئات الالوف. فده حسب اختيارك انت يا رب. انت اللي قلت داود ده كويس فاحنا هنختار داود. نرجع تاني لموضوعنا، رحمة ربنا دايما. عشان كده تدريب مهم قوي. اول ما تنزل في حتة الشكر او تحس انك انت ضعفت، افتكر آية: هل اعوزكم شيئا؟ هل اعوزك شيء؟ كل ما تبتدي تفكر مستوايا ايه ده، وانا كده ايه، وعملنا ايه، وربنا جابنا البلد دي ليه، واحنا ما احنا شوف دلوقتي مش عارف احسن منا، ويريتنا ما كناش جينا. انت عملت عليك اشكر ربنا. ليه؟ هل اعوزك شيء؟ لما تيجي تتعب قوي فكر في حاجة مهمة قوي. هو احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان حاجتين، والباقي كله يزاد لكم: عشان اكل وشرب، وعشان بيت يسترنا. مين ما عندوش اكل وشرب؟ مين ما عندوش بيت يسترنا؟ اللي عنده بيت في عشة صدقوني زي اللي عنده بيت على جبل قدام الليك. ده عايش في بيت وده عايش في بيت. الفرق ايه؟ ده يشكر وده ما بيشكرش. يعني الفرح صدقوني على يعني مش صدقوني ما كلام عظات. حلو انك يبقى عندك، بس لو مش عندك هتعيش. عشان كده الانسان اللي مش متذبذب، الانسان اللي بيشكر تملي، هو انسان تملي بيعمل اللي عليه خلاص. جاب ده حلو خلاص، ما بيرجعش لورا، ما بيقولش يا ريت. الانسان اللي مش متذبذب، الانسان اللي بيشكر المكان اللي هو فكر فيه وربنا قال له خد دي من ايدي، وفكر ربنا بتروح عليه بتوصل وتكبر. الشكر بيجيب زيادة. هل أعوزك شيء؟ رقم ثلاثة: الشكر في الضيق. الشكر في الضيق ده مهم جدا. ما هو طول ما انت عادي، طيب يعني طول ما انت عايش حياة كويسة ما انت حاسس مفيش اي حاجة. لكن امتى تحس ان انت فعلا بتعيش حياة الشكر كحياة؟ لما عندك مشكلة. عايز اقرأ لكم جزء من مزمور 28. لو حد معاه كتاب مقدس يطلعه. يقول ايه المزمور ده؟ عجبني قوي. يقول ايه؟ بصوا عجبني فيه ايه. يقول: اليك يا رب اصرخ من جهتي، الا تسكت علي فاشبه الهابطين في الجب. استمع صوت تضرعي اذ استغيث بك وارفع يدي الى محراب قدسك. لا تجذبني مع الأشرار ومع فرقة الإسم المخاطبين أصحابهم بسلام وشر في قلوبهم. أعطيهم حسب فعلهم. يا يعني واحد أعداء وفي جب وحالته يعني إيه؟ يعني مفيش أوحش من كده. لأنهم لم ينتبهوا إلي أفعال الرب. يعني أفعالك يا رب هم مش شايفينها، وبأداء ده أنا كمان ما شوفهاش. وبعدين يقول له مبارك الرب. بص بقى ستة بقى يقول له ايه. شوف الحالة اللي هو فيها دي، الحالة اللي هو فيها دي
طب وبعدين؟ يعني بيقول يا رب انا تعبان وزهقان ومتضايق والشغل ومش لاقي، طب وبعدين؟ مبارك الرب لانه سمع صوت ضروعي. ده في نفس المزمور، امتى سمع صوت ضروعك؟ فانت بتقول انا مش معايا ومعايا، اشكرك يا رب لانك انت جبت لي شغل. ازاي؟ بعين ايه؟ الايمان، بعين الرجاء. ده شكر. يعني واحد ايه يجي واحد كبير كده يقول له بص انا عارف الموضوع صعب جدا ووا، لكن انا متشكر انك انت عملته لي، بس انت لسه ما عملتهوش. ده بيحرجه. يعني بيقول يا رب انا عارف انك هتعمله، انا عارف انك هتعمله. الشكر في الضيق، يعني انت عندك ضيقه تقول يا رب انا واثق ان الضيقه دي هتخلص، انا عارف انها هتخلص. في العهد الجديد ده، في العهد القديم، بولس الرسول يواجه اضطهاد شديد، ومع ذلك في كورنثوس الثاني يقول ايه؟ ولكن شكر الله الذي يقودنا في موكب نصره في المسيح كل حين. يا عم ده انت تعبان جدا، ده انت اضطهادات، ده انت بتموت، ده انت خلاص هتتقدم للرومان، ده انت خلاص ثاني يوم هتروح تتشنق. فين موكب النصره ده؟ موكب النصره انا عارف واثق في ربنا، انا بشكر ربنا. الشكر في التجارب، بطرس يعطينا نشكر في التجارب. شوفوا بطرس ده برضو واحد من ضمن الناس اللي حاله تبدل في حتة الشكر والإيمان بربنا. يجي قبل الصلب يعمل كده من جارية، ولا في شكر ولا في، وعينه مغمصة ومش شايف حاجة غير السواد. وبعد القيامة والروح القدس دخل السجن، وتاني يوم هيتعدم ويقول لك نايم نوم عميق جدا، لدرجة ان الملاك لما يظهر له بعد الصلاة في العلية يقول لك الملاك ايه؟ نغسه، مش عايز يقوم. جبت النوم ده منين؟ انت هتروح تموت. سلام وشكر وطمأنينة. الحالة تبدل بايه؟ ما نفس الشخص. سمعتوا انجيل النهاردة بتاع الارض؟ ايش جاب الارض الحجرية بقت ارض جيدة؟ النعمة. عشان كده من ضمن الحاجات انك تشكر انك انت عايش حياة الشكر لو انت عايشها، ولو مش عايشها قول يا رب انا عايز اعيشها، عايز احس قد ايه انت حلو، قد ايه انا لازم احس انك انت جميل. ولو انا حسيت معاك بالشكر هبقى انسان جميل، انسان فرحان، فاللي فرحان ده يفرح اللي حواليه ويفرح اللي معاه ويشكر اللي معاه. شكر في التجارب مهم جدا. عارفين من علامات عدم الشكر، ربنا ما يجبناش في الوقت ده، ان يكون الايام الاخيره في المجيء، يعني قبل المجيء الثاني، يقول لك سوف يكون الاشرار غير شاكرين في الايام الاخيره. يعني قله الشكر دي معناها كده الازمنه الاخيره. ما تخافوش يعني، بس عايز اقول ايه، يعني شوف ربنا ازاي قله الشكر دي وصلنا للارتداد العظيم. عشان كده الشكر ده موضوع لازم اولاد ربنا يعيشوا فيه، وانا بهتم قوي مش يعيشوا فيه مع ربنا بس، لا، ما العيش مع ربنا لازم اعيش مع الناس. انا بزعل قوي 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 لما يبقى بيننا وبين بعض ما فيش حياة الشكر دي، يعني ما فيش المحبة دي، في تملي عمل لي وما عمل ليش، ويعني وعمل لي هو عمل لي ايه يعني. ده يجي واحد من مصر او من اي بلد ويقعد عند حد ويقعد فترة ويجيبه ويوديه، بعدين فكرك هو عمل لي ايه يعني، ايه يعني. ولو واحد جه وتأخرنا عليه شوية يقولك هو فين الكنيسة وفين يا عم، دي كل الناس محدش يعرف غير نفسه. مش للدرجة دي، مش للدرجة دي. انت حاول تشتغل، انت حاول تعمل نفسك، يعني يمكن ده لخيرك. ولو واحد ادى الواحد نصيحة قال حبيبي بص ممكن اساعدك في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن خلي بالك لازم تعتمد على نفسك بقى. عم ده مش عايز يخدمني. ليه 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 بنحكم على الناس بسرعة كده؟ ليه ما عندناش بقى حسن نية؟ ليه حاسين ان كل الناس علينا وكل الناس مش عايز تخدمنا وكل الناس مش عارف ايه وكل الناس ما بتشكرش؟ طب انت بتشكر؟ يعني حد ممكن يقول لك يا ابني انا ما بيشكرش، طب وانت بتشكر؟
فخلينا تملي نظرتنا تبقى نظرة حلوة، بلاش السوداوية. عشان كده من ضمن الحاجات دروس عملية كيف تعيش حياة الشكر، خمس حاجات بسرعة. واحد، ما تسكنش نفسك في أحزان وأوجاع الماضي عشان تعرف تشكر. يعني إيه؟ ما تفضلش تقول إيه امبارح وإحنا كنا، ويا عم الخدمة يا عم زمان، يا عم هو في خدمة دلوقت، يا عم ده إحنا كنا يا سيدي، أو أحزان الماضي، حاجة حصلت لك، موقف حصل لك، حد انتقل، حد مرض، عايش في المدة على طول. لا، المدة مش هخليك تشكر. في فرق ما بين الحزن الطبيعي، مرض حزن طبيعي بس طبيعي من مرة، مش جوه مبقاش فيه فاقد سلامك، ما تفقدش سلامك. فقدان السلام ده مش هيخليك تعيش في حياة شكر. يا ابونا انا مشاعري حساسة وحلو، ايوة واحد انتقل، ايوة، لكن جوه في ايه؟ في سلام، سلام زي ارملة بيت صيدا، ده ميت سلام، سلام ايه ده ابنك ميت، لحد ما جاء لي قال له ده ابنها ميت، ميت وسلام، سلام سلام سلام، ايوه سلام ليه؟ هي من جوه في سلام، من جوه في سلام، من بره بنعيط وبنبكي وزعلانين والمرض، ما تعيش قوي عارف وجع الماضي. حبيبي سيب الماضي بقى خلاص بقى. واحد بقى ما بيصدق زوج كده كشر ولا زوجه كشر، قاعده في على طول امبارح وامبارح وابويا وموسمنا مصر والناس وهناك تعب. يا عم خلاص بقى، عيش حياه النهارده بقى، النهارده حلو، اشكري بقى، اشكر بقى، ما تخليش البيت كدمه كده سودة اسود كده. لا، ما تسجنش نفسك في هذا الماضي، ما تضطربش باوهام المستقبل. بكره في ايه؟ بكره مخبينا ايه؟ هيكون في ايه؟ افتكر هل اعوزك شيء؟ لما تحس بالقلق بتاع بكره ده فتنسى تشكر، افتكر امبارح كان عندك ايه المشاكل وازاي اتحلت. ربنا موجود، كل الخير ايه؟ مسيرة تنتهي ونعيشها، نعيشها، ما كلنا حافظينها بس نعيشها. يعني السيدنا الباشا ده كان دي الجمله دي تملي يقولها، كان عايشها. شوفوا الناس القريبين منه كانوا يقول لك ايه. يعني ليه تملي القديسين البطاركه، حتى سيدنا البطرس النهارده، تبص تملي بيطلع بيضحك، ما عندهمش مشاكل، ده واحد شايل 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 ايه، واللي مش عاجبه واللي عاجبه واللي بيفتي واللي بيعمل واللي طب ده ايه ده؟ ليه بيشكر؟ هل هو عايش كده حياه تمثيل؟ ابدا، هو عارف ان ده في ايد ربنا. بيتك اللي في البيت، بيتك ده هي كنيسه، ليه ابونا مش بيشيل هم؟ دي كنيسته، وبيتك ده زي الكنيسه دي، دي كنيسه، شال هم في ايه؟ بكره والولاد ويخشوا ايه؟ يا حبيبي ما تخافش، صدقوني هيتربوا، صدقوني يبقوا كويسين، بس خليك فرحان بيهم وشجعهم وشوف ازاي، وشوف الكنيسه ودخلهم الكنيسه ويعملوا اللي عليهم في المذاكره، يبقوا امنا، يبقوا كويسين. اللي طلع ده هيطلع ده، وسيبها سيب ربنا بعد ما تعمل عليك. ما تيأسش من نفسك، رقم 3 عيش حد الشكر، ما تيأسش من نفسك، تملي خلي عندك ثقة في نفسك، ثقة في ربنا فتثق في نفسك. أنا إنسان جميل وإنسان حلو، إنسان حبوب، كل ناس بتحبني لأن أنا إنسان كويس وقدم الخير، ما تخافش. مش معنى أن في واحد اختلف معاك يبقى أنت كده تضطرب أو تزعل أو أو، بلاش حتة أنك تضطربه من أقل حاجة. عندنا تملي في الكوميتي الصغيره بس، واحد يروح يقول لفيكتور فيلا، انا بضحك يعني ما بيهمنيش، يعني كوميتي صغيره ايه؟ تملي يبقى في كلام على بعض كده، كوميتي صغير، وممكن تبقى برضه هنا في المجتمعات خصوصا في وسط الستات، بس تلاقي واحده اتكلمت على حد من وراها وتروح طالعه وزعله وتروح كل الدنيا اتلخبطت، انت كزوجها كبر دماغك، ما لزقتش اللي بيتكلم هترد عليه هو بعد كده، الناس ما هتفهم، مش كل حاجة نتهز وكل حاجة نضطرب وكل حاجة ما نشكرش والدنيا تتلخبط. ما عالم حد شغل يعني الدنيا متلخبطة، ما مشوها هي لازم، يعني مش كل حاجة تبقى حساس فيها قوي، خليك إنسان سوي، حط الحاجة مكانها، لا تعلي قوي ولا ما تقاش من نفسك، ما تقاش من رحمة ربنا في توبتك.
الانسان مش عايز حاجه شكرا، مش عايز حاجه توبه. اوعى تيأس مهما عملت. افتكر قديسين عملوا اكتر منك بمرات. داود النبي زنى وقتل، موسى الاسود، كل الناس دي تابت. عمر ما ربنا هيزعل منك علشان انت خاطئ، عمرها ما هتحصل. شوف كلام كتاب مقدس، دي كلها ايات، وفعلا ايات امينه وصادقه. ربنا مفيش كلمه بيقولها ولا حرف بيقوله. شوف وعوده للخطاه، المراه سكبت الطيب، المراه الخاطئه، كل الكلام ده مش كلام. انت مش انت زي واحد من دول. اوعى في يوم من الايام تيأس من رحمه ربنا. رحمه ربنا هي جديده في كل صباح، عشان كده لازم نشكر ربنا في كل صباح وفي كل مدى ان رحمه ربنا جديده وكبيره. اخر حاجه ودي مهمه قوي، عشان تعيش حياه الشكر لا تصادق السوداوي. عارفين ان مفيش فايده، مفيش فايده، مفيش فايده، ده ها مفيش فايده. لا، اوعى تصادق واحد سوداوي. خلي بالك العائلات السوداويه دي او المنافق يتعبك نفقك، مش هتعيش حياه الشكر، او الكاذب او المخادع او الغشاش. بالخمس حاجات دول لو انت بدات تطبقهم في حياتك ممكن تعيش حياه الشكر. اشكر حضراتكم على محبتكم الكبيره، واشكر طبعا الاباء، بس لو طلبتوني يعني يوم الاحد انا طبعا هاجي وعلى راسي من فوق. ربنا معاكم، حافظ عليكم.